الحمد لله على نعمة الله. يعني في ناس بياكلوا وبيخلوا الأكل، هذا المفروض لازم ما يرمي ماله. يلا هذا لازم ما يرمي. كلم نفر يبغى بطاطس، أنا ما أبغى، بس يعني نفر تاني خليه. ما يبغى شيء؟ لازم الناس اللي بدهم ياكلوا بطاطس زياده يطلبوا، ما بدهم ما يحطوا لهم. في ناس عم ياكلوا، في ناس ما عم ياكلوا، في ناس بيجيلهم العظم، في ناس بيجيلهم اللحم. الله المستعان، هذا من اطيب المطاعم بروستد، اسمه بروستد العربي. الساعه كم صارت؟ 8:30. تطلعوا بالفيديو مالك؟